طيب اللي هو العيش الكريم اللي بيضمنه لك انت، وواحده من الحاجات برضو اللي احنا بنسعد بها الزراعه، وكل ما احنا نتكلم عن الزراعه بنتكلم عن الخضره وعن الجمال وعن المشاكل، لكن لما نتكلم عن زراعه مثمره بتكون اجمل، لانه نحن بنشيل النواه بتاعتها وبنشيل الثمره بتاعتها، وتحديدا لو ما تكون ليمونه. نشوف طريقه الزراعه برضو كيف، عشان كل السادة المشاهدين يستفيدوا معانا صباحا، وطبعا فقرة راتبة معانا في صباحاتنا الندية لأهمية الزراعة المنزلية بالتحديد يعني. زي ما عارفين انه ليه الناس يعني تميزت او انه بتحب انه دائما بتتكلم عن التكاثر الخضري، ليه؟ لانه عندي ميزه، اول حاجه انه بيديني صنف نفس الاصل، يعني بكون في انحراف جيني ما زي التكاثر البذري، بعد ذاك برضه بيديني انتاجيه في فتره اسرع. طيب عندنا اذا جينا مسكنا الليمون، اول حاجه اذا عندنا انتج انتاج بالعقل بيختار اول حاجه البراعم بتاعتي، يعني لازم تكون الشد هذه تكون شنو؟ يعني نصف خشبيه، لا تكون غده ولا تكون خشبيه كامله. ليه انا بختار الحاجه دي؟ لانه هنا في المرحله دي بيكون ده كميه كافيه من المويه عشان تبدا تتكون، ليه بعدين شتله قايمه بالذات. طيب المرحله الاولى اخترت العقل بتاعتي، بعد ذاك تيجي مرحله بتاعت القص، لانه اقدر اساويهم يعني تكون زي طول القلم من 15 ل 17 سم كده معقوله جدا. بعد ذاك بتيجي المرحله انه انا اقوم احطهم في الكيس او اي حاجه عندي في البيت، ما شرط تكون كيس. تمام، حي متاكد مني بعدين تبدل الشتلة بتاعتي دي لمرحله من 40 يوم لشهرين. المرحله دي اسمها مرحله الحضانه، انا بحط الشتلة بتاعتي دي او ممكن نقول اهداف الاغلى بتاعتي في مرحله الحضانه. بعد ذاك من شهرين ل 40 يوم بجي بقوم شنو كده اني عندي شتلة شنو خلاص بديها ثاني، بعد مرحله ثانيه بحطها في الظل، يعني ما من 40 يوم طوالي بديها الشمس. تمام، حطيتها في الظل اديتها مثلا المرحله بتاعت التغسيه، بعد ذاك هنا انا ممكن بجي تعني انه شنو بوديها المرحله النهائيه او ممكن بحولها الكيس اذا كان الكيس بتاعها صغير، انا بوديها في كيس كبير. ليه الكيس الكبير ده؟ عشان ثاني يعني هي بعد ذلك بتحاول تتمدد جذورها، جذورها اتمددت بعد هي بحاول شنو حجمها هنا بتبقى كبيره. ممكن يكون اكثر من لون، اكثر من ميزه. تمام، لو اكثر من ميزه، الميزه الاولى زي ما ذكرنا انه اول حاجه انا يعني بختار الحاجه انه انا دايره، يعني انا بختار الحاجه انه هذه مثلا يعني التكاثر الخضري بين حاجتين، عندي اصل وبعد ذاك عندي شنو؟ عندي طعم، او الطعم اللي انا دي الميزه اللي انا داير فيها، انه مثلا الانتاج يكون غزير، بعد ذاك في جوده في الانتاجيه. اما الاصل بتاعي والله عنده درجه عاليه تحمل الامراض، وبعد ذاك برضه انه يكون عنده قابليه انه يقدر يعني يتحمل لي ذاته الصنف بتاعي. في مرحلة أو في حاجة الناس دائما قاعد تخلط بينها أو قاعد تدقس فيها، واحد يقول لك والله عندي شيرة بتاعت برتقالة جيت لقيتها ليمونة، وصح ممكن تكون برتقالة كان مطعمة برتقالة، ولكن أنت كان في إهمال إنه خليت الأصل دائما ساعد لك على الطومة بتاعتك، لذلك إنه الناس تحاول إنه تراي إنه أنا متى ما جبت إنه الشتلة بتاعتي دايرة شنو؟ من البداية الأصل بتاعي أنا أحاول أقلمه طوالي، كل ما في مواد جديدة في الأصل انا احاول شنو اقلمه على سنين اقدر استفيد من الميزه اللي انا جبتها للشتله بتاعتي، انه بعدين في النهايه ده الانتاج بتاع البرتقال.
مشاهدينا في الختام تحية ندية لكل المشاهدين اللي تابعونا. تكاملت فقرات صباحاتنا الندية، نأمل أنه يكون وفقنا في تقديمها لكل السادة المشاهدين. كتر خيرك يا أنسام على الرفقة الطيبة. شكرا يا حمزة، وشكرا لكل المشاهدين، شكرا جميلا، شكرا كثيرا. نشوفكم إن شاء الله في صباح شروق جديد بكرة في أمان الله.